لا إله إلا الله. في موكب جنائز مهيب شيعة المقاومة الوطنية فارس الإعلام اليمني الشهيد الأستاذ أحمد الرمعي رئيس تحرير موقع منبر المقاومة المشتركة الذي ارتقى إلى جوار ربه شهيدا، وهو يؤدي واجبها الإعلامي والوطني لكشف حقائق وجرائم الميليشيات الإرهابية الكهروتية منذ انطلاقة معركة الخلاص الوطنية حتى استشهاده في مواجهة إصابة الحوثي الإرهابية بالساحل الغربي، حيث تقدم جموع المشيعين وكيل أول محافظة الحديدة الأستاذ وليد القديمي والعميد الركن صادق دويد الناطق الرسمي باسم المقاومة الوطنية عضو القيادة المشتركة بالساحل الغربي وعدد من القيادات العسكرية والإعلامية والشخصيات الاجتماعية بالساحل الغربي. جرت للشهيد الرمعي الذي يلف جثمانه الطاهر بالعلم الوطني مراسم عسكرية سارت وسط مدينة المخا تقديرا للأدوار البطولية وصدق الكلمة التي يتحلى بها الشهيد الرمعي. رحم الله الأستاذ أحمد الرمعي، خسارتنا فيه كبيرة، الرجل الموقف والصادق والجمهوري الذي بذل حياته وأفناها في خدمة هذا الوطن ولم يتوانى لحظة واحدة في الدفاع عن مبادئ ومكتسبات الثورة اليمنية، خسارتنا فيه لا تعوض. الأستاذ أحمد الرمعي كان من النواة الأولى المؤسسين للمقاومة الوطنية ومن المدافعين عن الجمهورية. الفقيد رحمه الله قلم من أقلام المقاومة الوطنية الذين لبوا النداء في البداية، وحقيقة نحن خسرنا قلم وخسرنا كلمة في هذا اليوم. في الساحل الغربي خسرنا نجما لامعا في سماء الحرية والديمقراطية والقلم الحر الذي غض كل الأوجه العسكرية، وتعتبر الجبهة الإعلامية في الساحل الغربي من أوائل وطلائع المتقدمين إليها، وكان من خيرة الرجال المخلصين لهذا الوطن. وكان الشهيد الصحفي الرمعي من أوائل من لبوا نداء الوطن في انتفاضة 2 ديسمبر الذي دعا إليها الشهيد الرئيس الزعيم علي عبد الله صالح. وواصل الرمعي درب النضال واستجابة لدعوة العميد الركن طارق صالح التي أطلقها من شبوة في مطلع العام 2018 للدفاع عن الجمهورية واستعادة الوطن المسلوب من عصابة الغدر والخيانة الإرهابية. أحمد الرمعي يرحمه الله يعني باقي في قلوب الجميع ولا يمكن أن ينسى، له لمسات قوية وترجمة واقعية على أرض الواقع، إذ أنه يعتبر أول من أسس للإعلام المقاومة الوطنية في الساحل الغربي، وهو من أول المبادرين للنضال من أجل تحرير الوطن واستعادة الجمهورية، ويعد كلمة مضيئة في سماء الحرية والديمقراطية. يرحمه الله، كيف ننساه وقد علمنا أن الحياة بالحروف كفاح. كان له عطاء كبير نخسره اليوم ونودعه وقلوبنا تقطر دما عليه، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويجعله في فردوس الأعلى إن شاء الله. إن رحيل الهامة الوطنية والإعلامية الأستاذ أحمد الرمعي يعتبر خسارة على الإعلام اليمني وليس فقط على إعلام المقاومة الوطنية. لقناة اليمن اليوم عبد الوهاب نمران من الساحل الغربي.